فطبعا الفكره في الاول وفي الاخر ان احنا محتاجين نرجع مع نفسنا لاصول وقواعد الدين ونسمي المسميات. يا بنات اسمعوني، ما تسمعوش الكلام ده حبيبتي. انت عارفه لما ياخدك ويقول لك انا اقعد معاكي واسكن معاكي فتره، وبصوا انا مش عايزه اقول ان ده مش موجود، ومش عايزه انشر واقول ده كذا عشان ما بقاش بشيع حاجه، لكن متعارف عليه والشباب فاهمين اللي انا بقوله. ده متعارف عليه لو انت رايح مصيف، مش عارفه فين، مش هوصف اماكن برضه، ولا في المكان الفلاني وكذا، ها انت عارف، والشقه وانتوا شباب واحد، استغفر الله يا ابني. طب ده يقول لك ايه، اصل دي بتاع معصوم، هتوب من الله اعلم كبيره، ولا تتوب حتى يتوب الله عليك، محتاجه توبه صادقه نصوح لله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب ده. انتوا عارفين عقوبه الزنا ايه؟ شفت عقوبه الزنا للمحصن، كل خليه في جسمه تتالم رجل، والتاني جلد برضو، كل خليه استمتعت في الحلال استغفر الله، استمتعت في الحرام تجلد، وليشهد عذابهم طائفه من المؤمنين، ولا تاخذكم بهم رافه في دين الله. ليه؟ خلط انساب واعراض وكارثه وضياع حقوق، وبعدين ياخدك يرميكي، بقى انت وعاء جنسي، متعه جنسيه فقط، وفي الاخر ايه؟ لا خلاص احنا مش عارفه فين. يا جماعه اتقوا الله، اتقوا، اقسم يمين بالله، علامات الساعه، ودي من علامات الساعه، 6 عقوبات، وارجعوا للحلقه دي تاني. عندنا عقوبات للزنا، بصوا كده يلقى اثاما. قبل اثاما في حاجه، النبي عليه الصلاه والسلام كان معدي في رحله الاسراء والمعراج، فلقى ناس واقعين في حفره، الاسفل الحفره دي تنور، يعني فرن، اسفل الفرن التنور دوت واسع، واعلاه فوهه ضيقه كده، والنبي عليه الصلاه والسلام شوف النار تخش في فروج ناس عراء، اللي موجودين في الحفره دي عراء، فالنبي عليه الصلاه والسلام يشوف النار تخش في فروج الفرج، يعني مكان العفه اللي زنى بيه، تخش في الفروج، فالنار تفور بيهم، يطلعوا لحد الفوهه الضيقه اللي فوق، وبعدين النار ده فيقعوا تاني، وهكذا. من هؤلاء يا جبريل؟ قال ايه؟ سيدنا جبريل، هؤلاء الزناة والزانيات، والعياذ بالله. ده في عذابهم في يوم القيامة، أثاما يضاعف له العذاب. تعالوا نجيب الآية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الأولاني إيه؟ الشرك بالله. شوف جايب الزنا مع إيه؟ مع الشرك بالله. لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، القتل بعده، ولا يزنون، ساب بقى كده، ومن يفعل ذلك، ده توكيد للفعل، يلقى أثاما. وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم 40 مرة في اليوم. 40 مرة في اليوم، ليه؟ من شدته، من نتنته، قولوا لهم النار، انتوا عذابكم النتن اللي طالع منكم، اللي هي طينة الخبالة، الصديد والقح اللي بيطلع من أسامة، هي طينة الخبالة، شراب أهل النار والعياذ بالله. يقول لهم أهون علينا النار ولا أهون اللي احنا ديت؟ والعياذ بالله. ليه يا جماعة؟ ليه؟ يقول لك إيه؟ أصل أنا مش عايز أتجوز التخليط. أنتوا بتكرهوا الناس في زواج الشرع المحترم، واحنا مش ضد انك تتجوز على عماكي. احنا ما تتجوزي على عماكي ليه؟ ما يجي وتقعدي وتقابليه مره واثنين، وهو نفس الكلام، يقعد معاكي مره واثنين، وفي وجود الاهل، وتشوفه وتساله وتستخيره وتستشيره. لكن ان انا احلل مسكنه وزنا واقول هو دوت الامر، لا والله لا ارضاه، والله لا ارضاه، والله كمان مره، ولا يرضاه الله عز وجل ولا دين من الاديان. يلقى أثاما، يبقى اول حاجه التنور ويفور في الفروج ويطلع، ادي اول عذاب. تاني عذاب أثاما والعياذ بالله، يضاعف له العذاب، تشهد عليهم اي السنتهم وايديهم ورجلهم وينطق الفرج زنيت، استغفر الله. وبعدين يجي ايه؟ اقتصاص الحسنات عند القنطره، يجردوا من حسناتهم، الزنا يجرد من حسناتي والعياذ بالله. ليه بقى كده؟ ليه انت تقعد في هذا يعني في عقوبه الله سبحانه وتعالى لا ينجيك منها الا بتوبه صادقه. النقطه الثانيه، لو انا في الدنيا، ها، فقر، الزنا يورث الفقر،
الزنا يورث الفقر، يجرع الفقر بين عين، يمحى البركه، ضيق في النفس، لان معصيه كبيره من الكبائر، معصيه انت بتعمل فيها ايه دلوقتي؟ ما انتش قادر، صدرك ضيق كانما صعد في سماء من المعصيه. اقسم بالله ثالث حاجه، ولن يكفيك حريم الدنيا كله، ولا تشبع في الحرام. يأبى الله الا ان يضع اشباع الحلال في الامر اللي قاله ربنا، وهو شكل واحد، شكل اسمه الزواج على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده. وتبقى مش قادر ولا تكفيك 100 ست. طب وبعدين؟ وبعدين ادي عندك فقر وعندك ضيق في النفس وعندك خنقه وعندك سواد في الوجه، لانها معصيه وكبيره، سواد في الوجه والعياذ بالله. كل ده، كل ده واللي احنا بنقوله دوت، ولسه الناس عماله تتكلم لسه في زنا ومش زنا وكلام فاضي. يقول لك مساكنه، ده هيرميك او طب وبعدين افرضه ما ارتحتوش، خلاص فين كرامتك يا بنتي؟ فين كرامتك يا بنتي؟ حاجة من الحاجات العجيبة اللي الواحد بيشوفها، حتى يعني بيقول يعني ازاي واحدة ترضى على نفسها المهانة بالشكل والذلة دي، وبعد ما خلاص ما انتش عاجباه يبقى خلاص ما احناش مكملين، وخد منك اللي هو عايزه. والله اقسم بالله حتى لو اتجوزها جواز عرفي والله حتى لو بيقعد فترة يقول لا لا خلاص، وتبقى حملت منه مصيبة سود. مش اقصد الجواز اللي بيبقى عنده محامين واحضره من الاهل وهكذا وهكذا، لا انا اقصد الامر زوجتك نفسي تزوج، سلام عليكم، مع السلامه، بدون شهود، بدون ولي، بدون اي حاجه، ودوا ده تزوج مره الا بولي. يا جماعه يا جماعه، يعني انا عايزه الدعوات ديت الناس مش بس تسمعها، او الناس بس وكده ما احنا عارفين انه غلط، لا اجهروا بقول الحق وان ده حرام وان ده امر لا يرضى الله سبحانه وتعالى، وانتوا عايزين تهدوا في الاسره ايه اكتر من كده؟